يا سلام الله سلامي على بنت الرجال أم خالد وهد الشعر لعيونها شيخة من روس قوم كريمين السبال طيبها من طيب ابوها وطيب اخوانها يا سلام الله سلامي على بنت الرجال أم خالد وهد الشعر لعيونها شيخة الروس قوم كريمين السبال طيبها من طيب ابوها وطيب اخوانها أم خالد رب الجود وجزر الخصال وطنها والكرم والوفا عنوانها شيخة عن ألف رجال بأقوال وفعال الزيون افعالها والفخر مكنونها أم خالد هيبة الغيد بوصف الجمال كاملة ومكملة في حلاها ولونها ماخذه عذب الوصايف مع الطبع الزلال والذرابة والثقل والنقا مضمونها أم خالد بنت مقنوخ ينوشا صعيبة الطوال شيخ عزق مرقبة فقدمت من زونها لا مثل وقت المواقف ووقفة النزال ويل ويل اللي تجنى ومن عدونها لأم خالد ست بابي كما شدن تلال من صميم الجوف وهديك عد بالحونها لأم خالد ست بابي كما شدن تلال من صميم الجوف وهديك عد بالحونها يا سلام الله سلامي على بنت الرجال أم خالد وهد الشعر لعيونها شيخ خلي الروس قوم كريمي ناس البال طيبها من طيب ابوها وطيب اخوانها أم خالد ربي الجود وجلال الخصال والطناخة والكرم والوصى عنوانها شيخ عن ألف رجال بقوى وفعال الزيون افعالها والفخر مكنونها أم خالد هيبة الغيد بوصف الجمال كاملة ومكملة في حلاها ولونها ماخذه عذب الوصايف مع الطبع الزلال والذرابة والثقل والنقا مضمونها أم خالد بنت مقنوخ ينوشا صعيبة الطوال شيخ عز مرقبة فقدمت نزونها لا بنت الوقت المواقف ووقفة النزال ويل ويل اللي تجنى ومن عدونها لأم خالد ست بابي كما شوف الدلال من صميم الجوف وهديك عد بالحونها لأم خالد ست بابي كما شوف الدلال من صميم الجوف وهديك عد بالحونها سبعة وستوديو إقليم الخليج.